sense of achievement. في شيء اسمه sense of achievement اللي هو اللي بالعربي انجاز. انجاز يعني بعطيك شعور بالتقدم you know like في دول خلص بيبنوا يعني بيقعدوا build طابق 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 steel structure بناية. هاي 21 طابق هاي يعني فهمت يعني بنيتها انت يعني لمي شوي خلينا افرجيك يعني حلو الشعور بالانجاز خليني افرجيكم اليوتيوب اللي نزلناه هذيك مرة. ليش فيش انترنت؟ في مسألة حياة وموت. هلا لازم افوت على الانترنت، لازم افوت اونلاين هلا. ايش بدك؟ استاذ سمير في مشكلة كثير كبيرة. فيش انترنت؟ مش معقول. لا انترنت ايش؟ لا في حدا على الباب بده يفوت يكسر التلفزيون. قلوا له ستر الله وسكرت له بسرعة بتعرف تفتحش غير من الكبسة، ولا كانوا فاتوا خرب لنا الدنيا. ايش بده؟ ما بعرف، معصب وبسبسب وبضرب في الباب وعامل حالي. يا ريت لو تجي تشوف. ليش عم بدق الباب؟ مش فاهم شو. مرحبا، ايش تعرف شو المشكله؟ مرحبا، انت مدير القناه؟ تفضل على الباب خلينا نحكي هلا بنتحاك بعدين. قول لي مش حافظ الهاي. شو المشكله؟ شو صاحبتي طلعت عندكم على التلفزيون، طلعت على اليوتيوب. مبروك، ذاتس جريت. اكسلنت. ترضاها اختك؟ اختي دائما على التلفزيون. انا اختي دائما على التلفزيون، هي شيز سي او، شيز دائما عندها انترفيوز. مش فاهم انا مقلب، هو مش فاهم. سؤال، هي وين طلعت؟ باي تقرير الاخبار؟ اخبار. ممكن شكلها، بعرفش كيف شكلها. بورجيك شكلها. طيب، عشان نعرف، عشان اعرف اتصرف. هاي شكلها. ما شاء الله. اسمع، انا حشوف لك الموضوع. حشوف لك هلا، حشوف لك الموضوع. راح تشيلها. طيب اوكي. راح شيل. اوكي هلا بشوف لك اياها وبرجع لك هسه. اوكي شفت؟ كيوس. هذا كونفليكت بين تو بيبل. شفت؟ خبطوا ببعض، بس خبطوا ببعض. لما يصير في كونفليكت خبطوا ببعض، بس بعض يخبطوا ببعض. سرش كونفليكت. احسن إشي بالكونفليكت ايش تعمل؟ هو شراء الوقت. ليش؟ انت لما تكون عصبي ومعصب تعمل قرارات سيئة. نشرة أخبار امبارح، بسرعة. الله يخليك يا حبيبي. نشرة أخبار امبارح. أستاذ سمير، هو ماله؟ معصب، وجهه أحمر حتى. تبع التاريخ امبارح. صاحبته. أوكي، هاي نشرة امبارح. بدي تحط لي على كل وحدة شقرة حلوة. هلا. حط لي كل وحدة شقرة حلوة، حط لي إياها. بدي اشوف كل الشعور الحلوين. زعلان. هيا بوز. اي دقيقة؟ بوز. أربع دقايق وهذا. شوف لي إذا في ريليس فورم ولا لا. ضروري. هيا. صعوبة. موقعة. خلص دون ديل، احنا وير دون، وير جود. قانونيين احنا صراحة. كمل. وين رباب؟ رباب نزلت تعمل تقرير ميداني. تقرير ميداني؟ استنى. ليش هي راحت؟ هي حمايه. تخيل اروح اشوف الزلمه. لا كمل كيف هذا المره. معي 50. طيب يلا يا استاذ. ما فيش استاذ. هي موافقه. ما مش انا مش موافق. لا هي موافقه. مش موافقه. هذا ريليس فورم. ما فيش في ريليس فورم. هذا ريليس فورم وقعت عليه هي. طلع مقر الانترنت، اقراص الليزر، شبكه الانترنت، الاخ كله. افتح الباب. هي موافقه. افتح. انا مش موافق. اصحابي شافوها على التلفزيون. افتح الباب. بس هي بدها تطلع على التلفزيون. انا ما بديش اياها تطلع. افتح الباب. افتح الباب. ما هو ما بطوق. حفظت شكلك. ايش حفظت شكلي؟ هي موقعة، ريليس فورم. وليش بتصور في كاميرات معلم؟ ايه ليه بتصور في كاميرات؟ لا هدول ما بصور. ما اخذتش موافقتي.
أخذت موافقتي؟ اسمع سكروا الكاميرات، سكروا الكاميرات، سكر الكاميرا. افتح الباب. يلا يلا والله بكسرك. يلا يلا اسمع دقيقة، استنى دقيقة. طيب استنى دقيقة، افتح هلا. جايك جايك، افتح لك الباب. ما بعرف الكود هلا. جايك جايك، افتح الباب. هيني جايك جايك. تعال جايك. اللي بيعمل عنف هذا دليل افلاس فكري، افلاس فكري. اللي عم بحاول احكي لكم اياه هو انه ما تنموا العضلات، ما تنموا العضلات. دونت ما تستعمل ايديك بالعنف، استعمل مخك، استعمل مخك. حجر ورق مقص. لا ما لا ما ما فيش. لا ما ما كيف ما فيش؟ شباب شباب في مصيبة. اسمع هاي يعني ما بتستفيد منها. هاي ما بهون بهالبلد ما بتستفيد منها. وقعت البنت ولا حين. وقعت ولا ما بتفرق عندهم. في واحد بالباب وجهه احمر معصب وبضرب الازاز ومعصب، معصب كثير، بده يكسرني وبده يكسر العماره وبده يكسر التلفزيون كله. طب فخلينا نطلب شرطه. حدا يطلب شرطه؟ اطلب الشرطه خلينا يحلوا الموضوع. ليه 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 يحلوا الموضوع؟ يحلوا شوي. ليش شرطه؟ يحلوا الموضوع. هم بيجوا كم واحد؟ هم واحد، هم واحد، هو واحد واحد. زيد جلال عيسى. طب ليش؟ طيب شباب اي شيء هيك بتلاقوا حواليكم بخذوه معكم. طب نطلب الشرطه. يلا يلا. اساعدكم؟ بدكم اساعدكم؟ ساعد. هلا هلا بعلام. بحس بدي اهرب. فكر بخطة اهرب من القناة، يعني انه مثلا اكون مداوم بعدين فجأة اطلع مثلا على شرم الشيخ ومن شرم الشيخ اطلع على اوروبا. اكهربهم كلهم. افتح الباب. تفضل. شو مشكلتك؟ كم تشيلوه عن التلفزيون وعن الانترنت. موافقة وموقعة وفوق الثمنتاش غيره. عندك خوات؟ أنا عندي. أختك؟ صاحبتي. صاحبته. حصت. اسمع، شو اسمك أنت؟ سعد. سعد. قول. أغليها. أوه. ماشي غبرة. يلا ولا ما عم بقدر افوت لا على يوتيوب ولا على اي ويب سايت بدي اياه ولا اشي. احنا قناة تلفزيون باي ذا واي، تلفزيون جديد. فيريوس. ايش خلصنا فيريوس؟ شو فيريوس؟ خلصنا الداونلود؟ طب هلا لنستنى كمان 15 يوم ليخلص الشهر بدون انترنت؟ تفضل. لا مش انت، تفضل تفضل. ماشي هلا بشيك، هلا بشيك. وبس بدنا نستعجل لنا بالموضوع لنقدر نحل الموضوع هذا. حل عندي. طيب اوكي 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 باي. ايش ايش؟ صحيح مشكلة سعد. مين سعد؟ سعد هذا اللي اجى طبل على الباب وصاحبته. حليناها. حليتها. وقفت له على الباب قلت له يلا اروح. وانحلت. هيك قلت له يلا روح وحلك بالضبط. اخرمني هذا هلا بصراحه. كثير مهم يعني. ولا مالك ايش في؟ فيش في عندنا انترنت 120 جيجا، وين رحتوا فيهم؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ طب كيف بدنا نعرف؟ مين بدي يعرف؟ مين بيعرف؟ بتعرف كيف بنعرف؟ لا صراحه يعني هو ببين انه مين عمل هيك؟ مفروض بالتكنولوجي يعني، مفروض يعني اي تي او شيء يعني، حدا بالانفورميشن تكنولوجي. اروح. بليز. باي باي باي. بدي اخبر الشباب. خبر الشباب. شكرا. بينج بونج نلعب. باي استاذ. باي. والله اني احبك صحيك حبك وعجبني. عندك فايل؟ بدي شو كنت تسوي جوا؟ احذر شو كنت عم بعمل. طيب انت شو رايك تحذر لما اكتب على الباب؟
طيب ما رحتش حمام الزلام ليش؟ ما في حمام ثاني مليان كان استنيت طيب عشان بدفع شغله انا بعمل اللي بدي اياه كيف ما بدي وقت ما بدي وين ما بدي طيب معناته ما تعيدهاش ناقصني في في ستيشن ما فيها انترنت كيف كيف قناة تلفزيون ما في انترنت واحنا بمصيبة هاو واه كيف ليش ما وين تبع الاي تي خالص الداونلود رمت روحته امبارح تبع الاي تي ليش روحنا انا روحته قلت له مختص اي تي بهاي القناه زي شيف بيشتغل عند بكراج ميكانيكيه اه اوف كورس ات ميكس سنس يعني ما يعني ليش جيب شيف مش كنا احنا مش مهمتنا مش قصتنا مين عم بعمل داونلود فرجيني مين عم بيستهلك 120 جيجا بايت انترنت ايوه اليوتيوب معظم اه مين شوف لي مين شيك لك الراوتر بس مش مبين ما ببين بالضبط مين لانه دايناميك دايناميك اي بي تعرف شنو دايناميك اي بي اه تمام بس سمير بدي معلش اخذ مغادره ساعه واي عندي ظرف شخصي ظرف شخصي بدك ظرف شخصي لا كل واحد عنده ظرف شخصي يروح برا القناه خذوا راحتكم 4-5 ساعات وما فيش مشكله ساعه ليش بدك ظرف ليش ايش هو الظرف الشخصي ظرف شخصي يعني ما بقدر احكي لانه شخصي اوكي وانا ما بقدر اعطيك مغادره دايناميك اي بي تروح الحمام 15 حمام بالقناه مش عاجبك ولا واحد ذيك سكويكي كلين ما في مي فيش مي لا خلينا نروح نشوف موضوع المي باي فادي فادي قوم قوم خلينا نضحك قوم بعدين يا عبود يعني انا شو دخلني انا شو اسوي بحالي وين اروح بحالي هسه اول شيء هذا حمام بنات حمام الشباب هيو هون حمام الشباب فيهوش مي وين اروح بحالي يعني نفس الشيء ما هو نفس الخزانه اذا المي مقطوعه هون اكيد مقطوعه هناك يا سلام هيك تعطيني حل يعني انا ليش شو دخل ليش تحكي معي هيك اطلع برا القناه احسن شيء وين المي ايش في ايش في ايش في ايش في وين المي ليش المي مقطوعه ما فيش مي بالحمامات لا بحمام الشباب لا تروح حمام الشباب مي مقطوعه يا استاذ سمير اول شيء هذا حمام بنات وهو جاي حمام بنات حمام الشباب ما بصير طبعا هذا اول شيء ثاني شيء المي اصلا مقطوعه من الصبح بعدين انا كنت شاك زمان انه في واحد بيسرق المي تبعتنا اليوم تاكدت انه عن جد بتنسرق ايش هم مين بده يسرق مي معقول حدا يسرق مي. بحارتنا دائما كنت اسرق مي سمير سعد تبع اليوتيوب اللي صاحبته طلعت على اليوتيوب ماله رجع ايه علينا سامع الصوت هذا بده يقلقنا هذا اليوم هذا البني ادم يقلق قناه كامله تفضل اسمح لي علي يا ريت شباب وين عيسى عيسى ما تخافي انت طبعا بخوفش الموضوع اتس نوت ا بروبلم ما في مشكله كيف بدنا نحل المي هاي المشكله الرئيسيه هلا انا ممكن احكي معك شو 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 جايب شباب معك تحتمي فيهم رخيص والله خوفتني خفت انا على فكره ولك هاي القناور عجل جرب عليه عجل تحكي لمديرك بعد 10 دقائق اذا ما كان مشروع عند يوتيوب قسما بالله لطربق القناة كلها فوق راسه سامع مديرك روحي يلا طبعا روحي يلا استني 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 طلعيش كبرت المشكله كثير في كبرت اروح انا يعني اروح انا شكلك لازم تتدخل لحالي اروح ونادينا اذا طيب صح. لا طيب هلا طيب كمانجر
كل حدا عم بيطلع عليك، كل حدا عم بيطلع عليك هيك عم بيستنى منك انت لانه انت القائد تبعهم، فبتطلعوا عليك بتطلعوا عليك شو ماله شو ماله، اذا لقطوا انك خايف وينهم في هالفايل فايل محيط هي هيو هذا هو محي 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 دليت 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 خلص بس هذا من التلفزيون بس اه طيب واليوتيوب اليوتيوب طيب يلا يلا ما في انترنت معه فيش انترنت لا الله ايش نعمل نجيب فكر خذ غنية بار فكر think 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 فكر 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 معوسة عوسة عوسة فكر 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 ايش ايه احكي ليش ما تفوت من الموبايل فكر فكر هيا let's think هلا let's think هلا فكر فكر عوسة 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 قالت قالت تذكرت صارت معنا مرة موبايلي ادخل على اليوتيوب من عند ماي من الاكونت تبعي انا 3 جي عندي 3 جي اه لا ايش اعمل ديليت الباسورد 4382 كيف شو عرفك على الباسورد تبعي انت ايه مزبوط لا مره شفتك بالمنتدى اوكي يوزر نيم روح على اليوتيوب يا جيمين والباسورد باسورد مش حافظه مش حافظ الباسورد مين حافظ الباسورد لا هو مسيب على البراوزر نفسه الباسورد انه احكي احكي مع تبع الاي تي مش بيعرف الباسورد هو انت قلت لي بيعرف الباسورد هو احكي معه هي هاي بدها حل هاي عصام حبيبي بس لانه في عندنا مشكله لازم نمحي فيديو على اليوتيوب شانل فبدنا الباسورد بقول له بحكي له ايش بقول له بحكي لك انه كراج الميكانيكيه مش قد الشيف يجيب وجبات سريعه يعني على اساس هو شيف واحنا ميكانيكيه ايش ما فهمت من بضحك ايش مين الوجبات السريعه ما دون بانيك دون بانيك دون بانيك دون بانيك دون بانيك ما فيش داعي للذعر ما في داعي للذعر ما في داعي للذعر ما في داعي للذعر لا احنا وي نيد تو كام داون اوكي 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 كام داون اعطيني ايدك ايش اعطيني ايدك اعطيني ايدك اعطيني ايدك كام داون العضلات كام داون تثقي فيي تثقي فيي تراي امسك امسك ايدك بعد امسك ايدك بعد كويكلي كويكلي امسك ايده امسك ايدها يلا كلكم مع بعض يلا كلكم مع بعض شهيق زفير شهيق معلم شو عم تعمل وين رايح؟ معلم شو بتعمل؟ على الحمام ليش؟ ليه؟ ليه على الحمام؟ يعني بحس هيك مشكلة أحسن مكان تفكر بحلها هو في الحمام بس فضيحة لأنه ما فيش مي إذا بدك تفكر بالحمام ما حدا حيفكر وراك فهمت علي؟ حمود انت اللي قطع المي؟ طيب وصلت وصلت وجهة نظرك وصلت افتح لي المي عفوا ما سمعت وصلت وجهة نظرك طيب افتح لي المي لا ما هو بكفيش لازم تعتذر لي شو؟ تعذر لي تعذر لي لازم طيب أنا آسف أفتح المي حكيت لك أنا آسف أفتح المي ما سمعت شو؟ حكيت شي صح؟ حكيت لك؟ أنا؟ آسف طيب شو اللي طيب؟ افتح 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 المي بدي أفوت افتح المي ما هو المي
مقطوعة من فوق من سطح، وعشان أطلع السطح أفتحها لازم أمر من باب التلفزيون، وتعرف يعني باب القناة واقف عليه واحد مجنون معه مسدس ويطخ أي حد يمر من عنده، فأنا مش هضحي بحد عشان المي. فيعني عندي فكرة. عندي فكرة. عنده فكرة. شفت؟ شفت؟ على 3G مش مرات مرات بتوزع هوت سبوت؟ نفس الفكرة. يعني بنشبكه طوال على اللابتوب. يس 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 على 3G تشبك الكمبيوتر على 3G تبعها. يلا يلا يلا. استاذ سمير. ايوه. إذا على الباب بحكي خمس دقائق وحبلش تخطخ ويكسر كل شيء. تخطخ؟ اسمع اسمع. اي تراست يو اوكي؟ بثق فيكم بحمل الفيديو. بحمل الفيديو انا بدي اروح اشتري وقت. هي انا تاكدت شالوها من الهواء. يعني على التلفزيون خلص انشطب. ما في على التلفزيون. بطل يطلع على التلفزيون بالمرة. يعني لو بتشيكوا هلا ما في على التلفزيون. بس اليوتيوب عندنا مشكلة خفيفة. سنة خي اشرح لك. ثلاث دقايق خي اشرح لك اياها. تبع الاي تي طردناه. زيد خلصنا من السيتنج. يلا فوت على الهوت سبوت. مش هوت سبوت انا شابكه دايركت. ايش قد ايه بدك وقت؟ قد ايه بدك وقت؟ ايه بدي ابلغ الاستاذ سمير. ايش اللي ليه؟ قول له خمس دقائق. يلا اوكي. خمس دقائق. يلا خلصت زيد. عامل حالك تفهم. خمس دقائق اكيد. خمس دقائق. ايوه. من هون. سيبوني اشتغل. ما حد يدخل. ما حد بيدخل. تعال اشتغل محلي. ايش هذا؟ هاي فصل. عجبك هيك؟ يلا. ايش فيه؟ ما انا شابك. جلال ايش بتساوي؟ عم برن على الاستاذ سمير عشان اعطيه الابديت. طب اي طبعا الموبايل مسبوك. ما هو هون على النت. افصل يا زلمه. الرباط مش موجود. لازم تشنطني انا يعني. اعطيني وقت. اعطيني خمس دقائق. شيك. موجود. وعلى السيتنجز امحي الكاش. بركي بركي دقيقة. دقيقة ايش؟ بقدرش اعمل دقيقة شيء. جرب شوفها. ضايل دقيقة. نشرة اقتصادية. اخبار سياسة. زيد نص دقيقة ضايل. نص دقيقة هذا شغلناه اصلا. ايش نص دقيقة؟ 30 ثانية. شو بدك 30 ثانية يا حبيبي؟ اسمع هلا. طب هلا شيكت الكاش ميموري. مرات بيكون معلق. لسه موجود. عم بشيك. جيب عن لسه موجود. هاي بس بالحين تنازلي. بسرعة يا لطيف. هيا خمسة. ما فيش شعر كثير. شو أربعة؟ ثلاثة. اسمع هلا بعم بشيكوا. ايش مالك؟ استنى شياكة. خلص الوقت. يلا يا عبود. خلص الوقت يا زلمة. ايوه هذا هو. ديليت. شيك. ايوه خلص شاله. ممحي. شلته صح؟ خلص ممحي. مشيول؟ مش مشيول؟ يلا يا جماعة الخير. مشيول صح؟ هذا لا دخل على الباسورد معناته. مشيول؟ هيك اعمل هيك. هاي تبع النص ثانية هاي اللي عملها. تعرف هاي هي كوك ذا جن. بتعرف لما هي كوكس ذا جن هاي هيك عمل هيك. انا تريننج فورسز تعلمت بامريكا سبيشال فورسز. تعرف الانتي تيرورست وهيك اشتغلت معهم يعني كنت. فدك هيك اوكي؟ بعدين دايف اوكي؟ بس اعمل دايف هيك انا بعمل هيك. هيك بخده يعني في كيف. هاي هات فسكت المسدس منه. طبعا هو خلص يعني قال لك هذا اذا بدك تعمل معه يعني خلص. شباب يعني المي وصلت على التواليتات والامور تمام. فهو هرب يعني. هرب. هو انا يعني اللي بعرفه انه اعطي حقه وخذ حق يعني خلص. اللي لا غيرك واللي مش لك محرم عليك. فانت بتعطي الناس حقها وبتاخذ حقك. يعني انا ما بحبش اللف والدوران صديقه. شو روح؟ مروح. طب توصلني معك؟ بوصلك. متاحز جلال. بدك تروح؟ لا عندي كتاب. عندي شغل بس. انت مروح انت ضاوي المكتب. حاضر. شو الكهرباء. تصبح على خير. طب انتوا بدكوش تروحوا؟ الو. اهلا.
تليفون الأستاذ سمير، بس أنا جلال بشتغل معه بال نسي والله بالشركة بالقناة. أوكي أحكي له إشي أقول له إشي. Ha ha ha.